لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النائل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أبدأ معكم من إعلان رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي عن اعتراض قوى سياسية على بنود مشروع قانون الانتخابات. كيف يفسر هذا الصراع بين الأحزاب الحاكمة؟ من المعلوم تماما أن الصراعات الحزبية ضمن العملية السياسية واضحة تماما، لأنهم يعلمون أن هذا الوقت هو وقت حساس، لأن الشعب العراقي يرفضهم جميعا، وبالتالي وصل إلى قناعات تامة أنه لا يمكن إصلاح العملية السياسية من خلال انتخابات، لأن التزوير واضح تماما وشاحب، وأن الأطراف السياسية التي تكتب قانون الانتخابات ستكتبه على مقاساتها ولمصالحها، وبالتالي لا أمل في أن يكون هناك فعلا حقيقيا في التغيير ضمن قواعد الانتخابات. وبالتالي هناك هذا الصراع يأتي من خلال تبادل الأدوار فيما بينهم على أسس واضحة تماما لخلال أنه يتم تأجيل الانتخابات. ولقد رأيتم أنهم يصرحون ضد الانتخابات المبكرة، لأنهم يقولون ليس من حق رئيس الحكومة إجراء انتخابات مبكرة دون أن يحل البرلمان نفسه، أو أن يذهب باتجاه أن يعلن البرلمان هو الانتخابات المبكرة. وهذا طبعا بالتأكيد هم يعملون بهذا الإطار من أجل تسويف وإيجاد ذرائع لتأجيل إعلان الحكومة الانتخابات المبكرة التي أيضا يريدها الطرف الدولي من خلال الأمم المتحدة. في هذا السياق وبالحديث عن الخلافات، رفضت الانتخابات المبكرة وكذلك تعديل على قانون الانتخابات. ما أسباب ودوافع خشية الأحزاب من هذا التعديل ومن ضمنه التعديل على الدوائر الانتخابية؟ معلوم تماما أن الأحزاب تريد قانون يمكن لأعضائها أو تكويناتها السياسية المنبثقة منها الرجوع إلى البرلمان بالحصص والمقاعد الانتخابية التي يجري توزيعها. وواضح تماما أن من خلال الانتخابات الماضية، من خلال الاجتماع الثلاثي الذي كان أبرز حضوره الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أن توزيع المقاعد يجري وفق هذه النسبة التي ضمن الكتل السياسية، ولم تتغير منذ حقيقة الانتخابات الماضية سوى أنها تتفاوت بالأسماء. بالتالي عملية أن يكون هناك قوانين لصالح جهة معينة دون الأخرى، هذا هو الخلاف الذي ينشف فيما بينهم. يعني كتلة الحكيم عندما ترى أن الدوائر المتعددة ستضعفها من خلال المقاعد، فإن سائرون ستدفع بهذا الاتجاه، لأنها لديها الرغبة في أن تنشطر عدة انشطارات من أجل أن يكون تواجدها أكثر بالمقاعد القادمة، وهكذا بقية الكتل السياسية كحزب الدعوة والآخر. لذلك الرفض والجدال فيما بينهم على الحصص داخل مجلس النواب الذي هي مقسمة ابتداء قبل الدخول للانتخابات فيما بينهم، لكن أيضا هم يتصارعون على من يأخذ من الكتلة الأخرى أو من الحزب الآخر عدد من المقاعد لصالحهم من خلال هذه القوانين التي يراد حقيقة تدويرهم ثانية، لكن بأطر فيما بينهم. هذه الصراعات الموجودة حاليا فيما بينهم هي الخلافات على الأصل القوانين التي تقترح داخل قانون الانتخابات. كيف يمكن إجراء هذه الانتخابات في ظل استمرار بقاء السلاح في يد الميليشيات، وما انعكاسات ذلك على الانتخابات ونتائجها أيضا؟ معلوم تماما أن كل مرحلة من مراحل الانتخابات شهدنا حجم التزوير وتحكم السلاح في الانتخابات. بالتالي الانتخابات الماضية ولدت دولة الميليشيات بشكل علني. الانتخابات القادمة في ظل هذا الانفلات الكبير من السلاح وتسليح وتستر الدولة والحكومة والأطراف السياسية على الأطراف المسلحة، فإننا ذاهبون باتجاه انتخابات لتعزيز حكم الميليشيات على الدولة بالكامل وإلغاء الجميع بطريقة واضحة تماما، وهو استنساخ التجربة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني من خلال السيطرة على كل مفاصل العملية السياسية برمتها، وبالتالي يبقى هؤلاء مجرد بيادق شطرنج يتم التلاعب فيهم من أجل تجميل العملية السياسية. لذلك الانتخابات القادمة في ظل هذا السلاح، بعد انطلاق العملية الوهمية والكاذبة للحكومة فيما يسمى جمع السلاح المنفلت وتحييده في البصرة وبغداد، وقد رأينا الكذب الكبير في هذه العملية، حقيقة يعزز أن السلاح هو الذي سيحكم العملية الانتخابية، لأنهم سيفرضون من لم يخرج إلى الانتخابات أو من لم ينتخب القائمة الفلانية بقوة السلاح
سيتم طردهم من المناطق، وبالتالي سيهددون الكيانات الأخرى المنافسة لهم، فضلا على أن حماية الانتخابات ستكون لهم والتصويت الخاص سيكون مؤدلج لهم، بالتالي سيكتسحون الساحة بطريقة ممنهجة وبطريقة الضغط على السلاح، فضلا على أن الصناديق عندما تنقل من المراكز الانتخابية إلى مراكز الفرز الرئيسية لمفوضية الانتخابات ستنقلها هذه الميليشيات، لأنها هي التي تحمل باج الدولة وسيارة الدولة. نعم. وبالتالي تبديل الصناديق في الطريق هو وارد تماما. لذلك حقيقة في مجمل هذه القضية لا يمكن أن تكون الانتخابات ستكون مسرحية هزيلة تعزز حكم الميليشيات في العراق. شهدت الانتخابات الماضية عزوفا كبيرا، إلى أي مدى سيتكرر مشهد المقاطعة ببقاء ذات الأحزاب وتواصل التظاهرات المطالبة بالتغيير؟ اليوم الشعب العراقي صاحب وعي كبير، ولا سيما أن التظاهرات وضعت المسار الصحيح للعراقيين أنه لا نجاة ولا يمكن استعادة الوطن واستعادة البلاد من الهيمنة والتدخلات الخارجية وفق العملية السياسية. لذلك عندما يعترض المتظاهرون والشعب العراقي بصورة واضحة أنه لا جدوى من الانتخابات، أنهم يقاطعون الانتخابات، أن قانون الانتخابات والانتخابات المبكرة فاشل لم يرد أحد، كانت المطالب واضحة بهذا الصدد، لأنهم يريدون قانونا حقيقيا وإجراءات دولية واضحة في انتخابات حرة بعيدة عن هذه الأحزاب بدءا من تجميد الدستور. لذلك المقاطعة ستكون واردة، لأن اليوم الشعب العراقي مجمع لا أمل في الانتخابات أن تصحح ولا بنسبة 1%. إذا كانت الانتخابات الماضية كانت هناك يعني دعوات أو نداءات خجولة بأن الانتخابات ممكن أن تغير 1%، هذه المرة ستكون الانتخابات بأصوات عالية مقدمة. الشعب العراقي مجمع على أنها لا يمكن لها إلا أن تكون جزء من عملية الخراب، بل ستشرعن وستطول فيها عملية الخراب. لذلك عملية التلاعب والخداع بات لا ينطري على الشعب العراقي. من هنا فإن المقاطعة ستتجاوز 90%، والشعب العراقي سيقاطع بقضية كبيرة تماما، ولن يذهب إلى الانتخابات بطريقة أنه مؤمن بأن مقاطعة الانتخابات جزء رئيسي من الحل، لأنه عليه أن يبحث بخيارات جديدة أخرى من خلالها تكون هذه الأنشطة تظاهرات أو عصيان مدني أو تعطيل الدولة بالكامل من أجل الذهاب إلى إسقاط العملية السياسية. سمعنا مطالب من قبيل الإشراف الأممي والدولي، ما مدى إمكانية إجراء الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة وبنزاهة وشفافية كما وعدت حكومة الكاظمي؟ هذه الوعود كاذبة، كما هي الوعود التي أطلقتها في سحب السلاح المنفرد، وهي لا تستطيع الدخول إلى جرف الصخر وفيه كواتم الصوت وفيه المجرمين الذين يمثلون الاغتيالات. هذه دعوات حقيقة يراد منها فقط للإعلام والاستهلاك الإعلامي والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، ظنا من الحكومة أنها يمكن أن تخدع الشعب العراقي. لا ضمان للانتخابات، ولا يمكن للأمم المتحدة التي هي نفسها ذات والأمم المتحدة انسحبت من إجراءات المفوضية اللاحقة، لأنه وكتبت بيانا رسميا أنها لن تشترك في قضية مخادعة. إذا كانت المفوضية التي تتستر وتسترت على تزوير وتتستر على الحكومة وتدعم عملية الحكومة في إجراء انتخابات، وهي تعلم أنه لا نزاهة لها ولا يمكن للمجتمع الدولي، ولم يقرر المجتمع الدولي أن تكون هناك انتخابات برؤية دولية حقيقة، فكيف لها أن تضمن؟ بالتالي من هم الموظفون الذين يمكن أن تأتي بهم الأمم المتحدة لإدارة الانتخابات؟ والسلاح لا زال لدى الميليشيات، والاستعراضات واضحة في داخل العراق، ولا زالت قوة السلاح تمتلكها أصحاب الجريمة المنظمة المدعومين من إيران بشكل واضح. هي الحكومة ذاتها لم تستطع المحافظة على أشياء معينة. اليوم يجري عملية إطلاق عملية عسكرية في بغداد، ومطار بغداد يقصف بالكاتيوشا، وبالتالي ممكن أن يكون هذا المطار معرض للإيقاف على المستوى الدولي. نعم. لكن هذه الميليشيات لا تأبى، بالتالي لم تستطع الحكومة فرض سيطرتها، فكيف تستطيع أن تفرض سيطرتها على مراكز انتخابية مشمول فيها العراق برمته؟ أستاذ عبد القادر، ما هي الحلول الممكنة لتجاوز الصراع السياسي الحالي على المصالح ونفوذ الميليشيات بما يلبي مطالب الشعب للتغيير والقضاء على الفساد؟ مشكلة العراق دولية، وبالتالي عندما يكون هناك التدخل الدولي واضح في بقاء العراق ضمن هذا الصراع وإيجاد لهؤلاء فرصة أن يتصارعوا برغبة وبدعم دولي، لأن الشعب العراقي لا يريدهم بالمطلق،
بالتالي أن الحل لابد أن يكون دوليا، وبالتالي هنا على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خيارات، هو الذي صوت أو قرر أو اعترف بأن القوات الأمريكية ومعها قوات احتلال، بالتالي قوانين الانتخابات وتشريع الانتخابات وما إلى ذلك من تشريعات حتى الدستور جرى في وقت الاحتلال الأمريكي وباعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتالي ما بني على قواعد الاحتلال ينبغي أن تصوت عليه وأن يكون هناك حلا دوليا واضحا من خلال أنه يتم تعطيل أو تجميد الدستور والذهاب باتجاه أن يشارك الشعب بصورة واضحة تماما في انتخابات تجري وفق منظمة أو وفق مفوضية دولية بموظفين دوليين وبنتائج إلكترونية تصدر في ذات اليوم، وبالتالي تكون هناك بعثات دولية حقيقية وقوات يمكن أن تكون دولية لحماية هذه العملية للانتقال إلى سيادة الشعب، وإلا فإن القضية ستذهب إلى العراقيون سيصابرون ويكابدون باتجاه انتزاع وطنهم من ما يجري من فوضى حقيقية، وبالتالي التظاهرات ستكون حلا أساسيا أيضا من حلول الشعب العراقي إذا ما ترك منفردا في أن يختار أو أن يذهب باتجاه استعارة وطنه، وهو ما هو عليه يعني حقيقة، سيترك العراق بهذا الإطار والشعب العراقي سيتحمل، وهو تحمل 17 عاما من الدمار على ما يجري من خلال هكذا عملية بائسة فاشلة. هم ذاتهم أطراف العملية السياسية يقولون أنه لا جدوى من عملية الانتخابات المبكرة ولا الانتخابات القادمة لأن سطوة الميليشيات وإيران واضحة عليها، وهم يصرحون ذلك علنا، وبالتالي الشعب العراقي سيأخذ خياراته من خلال خارج نطاق العملية السياسية والدستور، وسيبقى مصرا على تجميد الدستور وإلغاء عملية الانتخابات الحالية عبر مقاطعتها، وسيذهب إلى التظاهرات وإلى التصعيد وفق أطر هو يراها مناسبة سواء من العصيان المدني أو عملية تعطيل وإيقاف إلى أن تكون هناك انهيارات حقيقية لهذه العملية السياسية. والعراقيون قادرون على أن ينتجوا قانونا يكتبه كفاءاتهم، فالعراق هو بلد القانون وكفاءات القانون متوفرة في العراق، وبالتالي العراقيون اليوم يؤمنون بأن الحل الوطني هو الأساس في عملية استعادة الوطن، وبالتالي يمكن أن يكون قانونا وطنيا يحظى به موافقة الشعب العراقي تجري على أساسها انتخابات عادلة بعيدا عن هذه الأحزاب ووصايتها وقوانينها وبعيدا عن تلك الميليشيات المدعومة والمهيمنة عليها من إيران بصورة واضحة تماما. لذلك التدخل الخارجي هو الذي يبطئ عملية الحل في العراق، وإلا الحلول متاحة ويمكن للشعب العراقي أن يسلكها وأن ينفذها على أرض الواقع بطريقة سلسة، لأن الشعب العراقي اليوم متماسك ويعلم تماما من هم المجرمون بحقه، ولذلك سقطت كل أوراق الطائفية والعزف على أوتار تقسيم المجتمع العراقي تحت حقيقة أقدام العراقيين. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.